سلام، مرحبا متابعينا. اخت جلسة التأمل، كثير من الأسئلة تتني حول اختلال الأنية، ما هو وكيف يحدث وما هي أعراضه؟ عادة ما يشعر الشخص المصاب باختلال الأنية أنه خارج عن الواقع، يعيش وكأنه في حلم، يراقب نفسه فقط من الخارج مهما رأى أمامه، السيارات، الطائرات، الناس حوله، يرى أن كل شيء حلم بالرغم من أنه حقيقي ويحدث الآن، بل أيضا يرى حتى الذكريات التي حدثت منذ فترة قريبة، يرى أنها ذكريات حدثت منذ زمن بعيد. والمشكلة، يشعر هؤلاء الأشخاص المصابين بأنهم حقا مفصولين عن الواقع. هناك إدراك، يدركون بأن هذا الواقع حقيقي ولكنهم يرونه حلم ليس لهم، ينتظرون فقط متى يستيقظوا. ولكن بغض النظر عن هذا، ما هي الأعراض لاختلال الأنية؟ الشعور بأنك مراقب لجسدك، لأفكارك، لعواطفك فقط من بعيد، وتشعر وكأنك تطفو خارج جسدك بعيدا كل البعد عن من أنت الجسدي. والبعض يشعر بأنه مثل الروبوت، لا يستطيع أن يتحكم بتصرفاته أو كلامه. والشعور بأن جسدك أو ساقيك أو ذراعيك تبدو مشوهة أو مكبرة أو متقلصة، وأن رأسك ملفوف بالقطن. الخدر العاطفي والجسدي للعواطف لهذا العالم الحقيقي حولهم. الشعور بأن الذكريات تفتقر إلى العاطفة أو إلى المشاعر. وهناك أيضا أعراض أخرى تختلف من شخص إلى شخص، ولكن عادة ما يكون مجتمعين في هذه الأعراض. ما هي الأسباب؟ كثير من الأطباء يقولون أنها أسباب بيولوجية للإنسان، والبعض يقول أنها تروما أو صدمة، وهذا ما أؤيده أنا بالدرجة الأولى. تروما أو الصدمة التي حدثت للإنسان تجسدت بهذا الشكل الذي سبب هذا الاضطراب. والبعض الآخر، وهو أيضا محتمل، بأن الشخص يكون يعاني من الاكتئاب أو عانى من الاكتئاب أو أي من الاضطرابات النفسية الأخرى والتي جسدت هذا النوع من الاضطراب، فيتم معالجة الاضطراب الأول لعل هذا الاضطراب يزول أو ينقص. وهناك من يرى أن قد تكون هناك مشاكل عضوية في الجسد، فيتم التعامل مع المشاكل العضوية التي في الجسد رؤية إن كانت هذه الأعراض تخف، وأيضا مدموجة بالعلاج المعرفي السلوكي لتصحيح بعض الأفكار وتصحيح السلوك. والآراء عدة حول اختلال الأنية. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعطاكم توضيحا. شكرا متابعين قناة اخت جلسة التأمل. سلام.